ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، خوشويستان وبرزان مسلمانان وميوانان مالي پروردگار تبارك وتعالى، امي مسلمان لسرمان پيويست كراوا ولسرمان واجب كراوا بهر شوازك لشوازكان پروردگار جياني بو فراهم كردوين، شكرانه وسپاس گزاري بين. بابتي أمر رجمان باسي أو نعمتانيك الله بيداوين چون شكرانا بجيريب كين، چون سفاس استعيشي پروردگار كين لسر أو نعمتانيك بيداوين. طبعا ابن منظور رحمتي خوالي بأفرميه شكرانا بجيري الله يعني عرفان الإحسان ونشره، أي يعني بين الناس، يعني بيزانيني جواني كان وبلاو كردنوشي انسان که خوای پروردگار جوانی چی پیدا نعمت چی پیدا ابي هم پی بزانه و هم بلاوی شي کاتو او کاته پی او تر سپاس گزار و شکرانه بجیر. ابن قیم رحمتی خوای له به افرمی شکری پروردگار یعنی ظهور و اثر النعمت علی لسان عبده، بکس یک او تر شکرانه بجیر ک آثاری او نعمت الله پیدا و پی و دیار بیت نوكو بردوام دم بقليبيت بردوام رخنا آميز قصبك على جياني لدورو بري لإيشوكاري بويا بيويست إنسان بزماني وديار بأو نعمتي الله في إداوة بنمنا يجلو نمناني كإنسان اگر بزماني وديار نبي خلطي واهي دولمنا أي بيني دائما أكروزيتو تو هر لخوتو لعقل خوتا قالتت بيدي او معناي اويا او نعمتي الله بزماني وديار نبو او كاتبو درك يك ام كس انسان يك ناقصه هم لعقله هم لوجدانه ك الله نعمتي كيف يا داوا سفاز گزارني او شكراني خواناك او لناو خلشي شا بلاوينا كاتو ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا وعلى الجوارح انقيادا وطاعه. ابن قيمه فرميه بيويستا ثناء وسفاس واعتراف ونعمتان بكات ولا سردلي شي امام وركراو بيد انسان ناتوانه بده ماوی شکرانه بجیر بی اگر لناو و سپاس گزار نبی، اگر لناو دلتا و سپاس گزاری پی و دیار نبی و شکرانه بجیر نبی موده یک بده ماتوانی بردوان بی دعای راستی اکت بو خلق در اکوه و افرمی پیوی سلا او لشولاری الله پی داوی او نعمتی الله پی و دیار بی لشی ساخی پی داو ابی اقراری عبادتی الله پی بکی. یعنی هر کسی اک لئیمه اگر بیر لخوی بکاتوا پیویس بو اعضایانی که حتی سپاسی نعمتکانی خواب کی کبریتیه لعبادتی الله سبحانه و تعالی. خوش شویستان الله شکرانه بجیرکانی داو بویان زیاد اکا لئن شکرتم لازیدنکم. طبعا من شکرانه بجیریم کدوتا چند خالق بوتانی باسا کمی تره او خوتان هولدن اگر تیاتانانیه وکو پیویس لخو مانا برجستی کین او کسی شكرانه بجيره لسر نعمتي توحيد پرسشي الله ولسر او نعمتاني كبيداوا الله بو زيادتك
موفقيك استقامي في أبخشي وكو أفرمي لئن شكرتم لأزيدنكم إيوا شكراني من تان كرد من بوتان زيادك مقطعناكم ليتان شكران بجيركان إيمان دار نسزان نادرين فرودقار أفرمي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ليرة شكران بجيري وابستكرا وبإيمانه اگر ایماندار بی ابی شکرانه بجیر بی اگر شکرانه بجیر بی واتای اوی که ایمانداری بوی اگر لی بی ما یفعل الله بعذابکم اگر جناب شکرانه بجیر کی راستقینه بی الله پیویسی به سزادانی تو نیه سزای شد نادا ابرود نابا چه شکانت بو آسانه که لهمو ناخوشیه که درد اکا لگرمی ناخوشیا خوی معین و هاوکارت ابی او زور گرنگ بر زکانم ما یفعل الله بعذابکم الله سزای تو نادد اگر شکران بجری نعمت کانی بی رزیلی بردم خلچی نزان و نفامت ناکا ایهانت ناکا لبردم خلچی ناکز بچه یا بلا مگر شکران بجرید نکرد معنای نقص ایمان کتبویا خود ببچوک نازانی برانبر الله شکرانه بجری نعمت کانی او بکی بویا اچمیت و بو خلچی تر دسی خلچی تر ماچ اکی داوال خلچی تر اکی لگل نزانو نفاما هل اسیو دانشی بویا ایمان کد ضعیفا یا خود تواونی بویا شکرانه بجری نعمت کانی الله ناکی وکو پیویست خوش شویستان داواکاری الله یا شکرانه بکین وکو افرمی واشکر الله ان کنتم ایاه تعبدون واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لدو آية إمام سعدي عبد الرحمن ناصر سعدي رحمتي خوائي لبي أفرمي إن كنتم إياه تعبدون أجر إيه وفرستشي الله أكن شكراني بكن معنى كي أوي فاشكروه شكران بجيري نعمتكاني الله بن يعني فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبدوه وحده هركس يك شكران بجيري نعمتكاني الله نكا كواتل توحيدا نقصيه الله يبتينا نفرستوه يعني تو سيرك اي كسيك يك جار دعوتك ديان جار وصفيك اي قاتيك بدياري بوك ديان جار وصفيك اي الله او نعمتي داو بيتك كروج بو خلشي ترنابي او الزور نعمته الله نعمتي جي بيت داو توحيدك كمشك نافرستي ميمون نافرستي هوا وارزوي خوت نافرستي او قولتري نعمته بر زكان بويا افرمي اگر هر كسيك زبياي واهي والله كاك اللي عمره كردن بيزار بوينا بالله تو الله تنفرستي وك حق اگر ناس 2000 عمره بكي او نالي طبعا حديثك صحيح ما نيمه بس ما لو عبادتك كميك ايما ايكين تشاوري اوشين بتينا بهج زور جار منتي جفروشين وبفروردگار فنا بخوا حديثك صحيح هي افرمي عبدي الى عبدك اني اخوا اگر همو تمني للسجده يا بيت همو تمني سري للسجده يا بيبو الله يعني كم سال تمنته؟ 6 سال، 7 سال، 90 سال. هیچ عبادتی که ترنکی لسجده بردن زیادتر. که نزیکترین کاتکانت لفروردگار. لروج قیامت ها که زنوت کنوا. بر راستی علیه کمترین عبادتم بو الله کردو. بزنه. کاتی که تو نعمتی شکران بجیری هست فی ناکی. حقی توحیدت نداوا. اگر حقی توحید بدی، حقی لا اله الا الله لسرد برجسته بی همو او نعمتانی الله شکرانه بجیره کی بکم و زوره کانی و بخوش و ناخوش کانی و برزه کانم کما ان من شکره فقد عبده و اتا بما امر الله تبارک و تعالی هر وکو چون هر کسی شکرانه بجیری الله بی ای فرستی بحق و اوش اکا که الله داوائی لی اکاو پیویست و واجبی کردو لسری شکرانه بجیره کان خوش ویستان کمینه ناو خلکن زور گرنگ انسان کمینه بی كمينة هي لرازقو كانا كمينة هي لأهل توحيدا كمينة هي لمسلماني الرازقو دامزراوا وكمينة شنو كساني شكران بجيركا كسيك لخورائي همو روجه مالكي يقول ما شكران بجيري فيه ناوتري كسيك لهمو روجه لخورائي رخني بيبن ما أقري ما شكران بجيري فيه ناوتري كسيك وها براسي عليهم بأشكره عليهم رقمي سياركت بأي 4 دفتر دولار وكي شكران بجيري رقم یک بسیاره و باید 4 دفتر بو کاتی کش داوای 4 ورقی لیه که بو مزگوت یک کرع و نمزگوت زوره بو فقیر داوای لیه که کاکا فقیر با من تیر نکری سیم کارت یک با دفتر و نیو یک بو چی تا سیم کارتی بو اوانه یه ما ایش نکا دامان خستو یا ایشی پیه نکین بجدی یعنی خوش شویستن شکران بشیری اوی تو همو مانگ یک 2 میلیون قرزار بی لسر اوی کنانی خوش بخوی بو چی خود قرزاری خلق اکی
شكران بجيري اويا حدودي خود بزاني بويا ابي انسان كمي نبي لعبادته بويا الله سبحانه وتعالى باسي شكران بجيري كانك افرمي وقليل من عبادي الشكور كم يكلب اندكاني من شكران بجيرن قران بويا ناردو نايخنن لا اله الا الله بويا ناردو شويني ناكون نجم لسر فرز كردون وكو فيويس نايكن همو چاكا كانيان بو خويانا وكو فيويس انجامي نادن وإلى آخره همو أو رخنانيكا إما همانو زور شتي تريشي باسي بكم أو عن ترياتي يعني لباي چي بو أزانن فروردگار آقا إلى عبدكاني نية چيكا والله قناعتم هي اگر قيران روي لم ملاتنا كردايا لم ظروفيا خلق فروردگاري شينا أفرست وكو فيويس بابا ده سال پیش ده خلق لبغرائيكا بو خوينا ناسي پرجيني قائم بل روتان ناسي او يك مان هي دو سر حيواني هبو دو جوركا دو مانا كابرايا بيه وتبو طبعا ما بسرهاتي الراستية وتبو شون امنانا دي وتي والله ناني نادم اوي مانا كا اخوالي وخوشتركا من اخو وتبو شون باسي كيد بو كان باسي 2012 يعني چند سال فيجزة تقريبا 11 سال فيجزة وتي روجه لجنيك مان در كلا قل مانا كان الرويش دين سوين بفروردگار اجل لكم الله ايوت خوي اكر بهر حاويكا فولي برنجو فاسولي ومريشكي صاغ ايوت شون يما لما لو قوزي ما نخوار ما نكش ما وكو يما تيرو فربو تو او همو خوارنو او همو رزق رجاندنو او همو قرزاري او همو قسطو او همو قول برينو او همو ربايو واز اي فروردگار عقوبت نادا واز اي فروردگار لبير مرصاد نيا بو خوش ايستان ابي لك مين كان بي لئن شكرتم لازيدنكم وقليل من عبادي الشكور استعكدمي أمس جو تفكر والسطع أفتام الرخنة ماني لا تفينا وشيا الرخنة يا كاكا فرورد قال رزقي توي داو ورزقي شد أدا بلام تو داوي رفاهيتك أي رفاهية كاتي فيها يسا وقتي فيها يسا هركا سيلا دايب يلا من علي وكو كرة ملك نابي هركا سيلا دايب يبا دولة مني نابي برو سيري بسر هاتي أو كسانك كلمس جو تيا يسا هيانا هیان اشتی زور بچوی چی کردو تا ایسا پارو دولار بده سوید ده حول ده برای بر رزم لکمینکان با کرد علیه لپره که و نابی تا کره همو پیشه اک پیاس سر اکوی ابیت چند درجه که و پیه پیه بروی او کسانی که حالا توقین او تاجرانی که بدرو پاره امه هنی و پاره او هنی وقتی که زنی اعلانی که یالا خزمکان داشتنی بوب کن دی پاره بو کوکن و خلکیش مانی لحشتاکان و دولمن و تا ایسش ریکو پیک و شخصیت و قاتی جوان و حج و عمره و کسیش نتوانی بلی پینز زر من لاته بوی چاوری او بکا که بجوانی برزو بی بو اوی نکوی نک برزو بی تو بکوی روشی کوتن روشی ابروچونه داواکم لخوای پرودگار لکمینه کان من بجر خوش ویستان بويا شكرانه بجيري ادغينيت الرزامن دي خوا وان تشكروه وان تشكروا يرضوه لكم اگر شكراني بكن ليتان راضي ابي وهر كس يكش الله لي راضي بي لخوشترين جيانا اجي خوش ايستا بويا پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها خواهی پروردگار لبنده اک راضیه که نانی چی خوارد سپاسی اللهی لسر بکا که آوی چی خوارده و سپاسی اللهی لسر بکا بوی زور بی خلچی امروشگار ابینی نبا نانکی راضیه نبا آوکی راضیه بوی خواهی پروردگارش نزان و نفامی زال کرده تسریه ناتوانی درچل نزانی و نفامی بوی اگر هاتو منو تو لسر کمی خو من شکران بجری الله من کرد ام دست من بو حرام دریج نکرد ام دست من بو ناموسی خلق دریج نکرد ام دست من بو پاروی حرام و صفری خلق دریج نکرد الله خوش گزرانی من پی بخشه راضی ابی لی من و پروردگارش لهر کس راضی بیه هیچ کسی نتوانی سغلطی بکاو داما و هجار و نکبتی بکا خوش ویستان شکران بجری امانکات خاونی پاداشتی بیه شمار وسيجزي الله الشاكرين إمام سعدي أفرميه لم يذكر جزاءهم ليدل على ذلك على كثرته وعظمته وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر إمام سعدي أفرميه خواهي فرودقار أفرميه وسيجزي الله الشاكرين إما پاداشتي شكران بجيركان أدينوا ناش فرميه چنك پاداشتك يعني بو اوي كباسي نكردو لم صيغيا لبر اوي دلالت اكا لزوري و لقوري پاداشتي شكران بجيركان داواكم لالله پاداشتي تواما امداتو همو لايك من عاقبت خيركا لشتاغو تندرس مانكا خوش ويسان چن مسلمان يك نخوشن
توشي حادثة بنا ياخذ لنا خوشخاني هيوان دواي دعاي خير من ليكن ولم كاتشا دعاء جيراي أبارم ولا الله شفاء عاجل عن بوب نيريو شفاءنا خوشكان من دا شكرنا بجيركان من قبول بك آمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان خالي كتير كزور جرينجا شكرنا بجيري إنسان كشكر نعمتكاني الله يكردو فقط لديني إسلام خوي دوزية و الله لهموتن قد شلميك أرزقاريك بوية پرولگار لقرآن فرمي إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. لوط عليه الصلاة والسلام لناو قومي بالكزيريني أجيا لناو قومي نيربازكان أجيا لناو خرابكاري أجيا خويو كمينيه چي كم لك سكارو شوين كوتكاني الله أو عذاب قرساء نيري تنها لوطو كسكاركي در أكاد بو كذلك نجزي من شكر. اگر انسان لسر توحيد دامزراو بو لسر لا إله إلا الله بردوام بو نعمتكاني الله إلى سر خوي هس فيها كرد هزاران خلشي دورو پشتي فساد بون ام برقى حق راستي الروي الله سزاي نادات والله الله سزاد نادا والله ما بسي بيه قوميك فزح بكا سفريك بتوكا بو إلى ناو أوانا نبي بيه عائليك توشي ناخوشي بكا كريكي چاكي انتيا او كراني ريبو شوني بو او شو او انتيا نبي مال بسر شوني كابرو خينيت نايغلي كسي كي چاكا كاري انتيا بيه جا دواكم لفروردگار لوانبي بوی آقا من لخو من بی آقا من لحور رکان من بی آقا من لدورو پرش من بی کذالک نجزی من شکر هر کسی شکرانه او نعمتی کرد الله سزای ناده لگل نزان و نفع مکانه بوی خوش ویستان یعنی کما اثبنا آل لوطا و آله و انعمنا علیه فانجیناهم بطاعتنا بطاعتهم ایانا افرمیه چون آل لوطو کسکار کیمان رزگار کرد به هوکاری چی؟ به هوکاری او طاعت و عبادتی که بو ایما ایان کرد و افرمیه کذالک نثیب من شکرنا على نعمتنا علیه هر کسی کش هاو شوی اوان شکرانی او پیام بکا که بو ایانیرین ایما پاداشتی ادین و فصحی ناکین و توشی عیبو نزانی و دامایو هجاری ناکین اهل شکران بجری خوشویستان تائبتن با الله سبحانه وتعالى خمان بالا ما نبي جيرين بريزان وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بباوران يعود تخواباكم معقولة أمانة لنا وإيميا مهم ها خواهي قولنا من تكات السر أمانية لبين إيميا بلي أليس الله بأعلم بالشاكرين زور كسي قندل زور كسي نزان ونفامو هي شوفوش برجيني قائم بيلا روتان بس سياركي جيري خلطاوا وأزاني أقا سياريكي جواني فيه بيو إيشي كيباشي هبيو جياني كي كاتي خوشي هبي ممكن نية كسي كتر لأوبا شخصية تربية الله أزاني كي شكرانا بجيرا الله أزاني كي قابلي بيامك يتيداتا أو كسا بوي خوش ويستان بباوران بردوام مقصيانا أقر فلانا كس وكو ايانود اگر بها تاي ام قرآن دا بزيايا بو او دو پياوي گندك گلية گلية باشتر بو اوان زاني او قرآن قابلي پیغمرنية صلى الله عليه وسلم اليس الله بأعلم بالشاكرين الله زاني چه قابلي او شكرانا بجيري بكا بو خوش ويسان نعمتي كتري شيء انسان كرتو مختصر فرموديك قولك امام عمر رزاي خواهي لبيت فرمودك پیغمر عليه الصلاة والسلام افرميه أقل الدخول على الأغنياء أو إياكم والدخول على الأغنياء إمام عمر أفرمي إياكم والدخول على أهل السعة زور مسنا لاي كسي كجياني برواك راوتو زور قرنجا بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي كم بسنا لاي دولة من كان كم بسنا لاي دسرو كان شو كم بو نعمتي الله للا تان بتشوك بيتو كاكتو برويت مال كابراو أو هموش تجواني هيو اسکی دو اسک ده اسکی رق و کرتو اسک ل تلویزیونو ل ناشنال جیوگرافیک اوی نلیت خواب او نعمت ای ما همانه مولید کمان دو امپیر دای ما کوجتو اویش مولیده کی دانا و نیوی خان و کی تو گوره بچتلای ام دولمن بچتلای او دولمن بچتلای او کار بدسو جیانی خو ل برچاو بچوک بیتو نعمت کانی خو لای خو دی هانا کی او کاته دلت بچوک بیتو دلت سخلت بی سیری نعمت کانی الله ک داویت یتو سیری او دو دستک سیری او دو چاوتک سيري او قرشي لانتك الروجانة غسلت بوكا نو بيويست بخلق نية
سيري خواري خوتك وكو بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم أو أسفل منكم سيري خوار خوتك بردوام شكرانا بجيري نعمتكاني خوابي بلا ما قرأ أنفر مدد جوا نقردو الرجانة تشتلاي أم دولة منو أم مالكو همو باركيتو أوي قاتي جوا مكري ولقى دولة منا كان أبكري بويا قولك هي خن مو قالوا ما وي بيشوا ودم ان شاء الله قد تمن هبي بك مو تاريكش بلام امي ان زور جرين قلم كاتي انك تمن درفتنا دا هر كس يك شو هر مجلس يك شايسته نبو بو او يك لو مجلس ابي هر اهانيك بكر قابليتي شن جار نبي نكابرا قاتي جوانا كاتا بري واتشت مجلس يك ورات لا يجور دعيه كي دي لبن جوي لك هكا بي زحمت بتشور لا خوارو بيشوا وي بيت بلين شكم شويني تونيه شويني توك لقل فقير كانه شويني تولى قال ايه ما يداماوا ما تشوره شوينيك كانك حسابت بوناكري هر قابلي تونيا دانشي بويا اياكم والدخول على الاغنياء اقل الدخول على الاغنياء كم بتنا لاي دوله ما كان كم بتنا لاي خواف يداوا كان نالم هجريان كي كتشوي تلاي مالكيت بيني بلي والله هي اجر حلال بيا باش بلام اجر حرام بي امد وزخه فيها شوي بتنيرن بقوله بيترسي انا كاكا كاكا تو تمسحك اي بمالكيو تمناكي وك اوت لي بيبي بيو بزاني حلال يا حرام ايش توشي قوم رايك خوش ناتواني وك اوبي بويا خوش ويستان لكوتايا في غمر صلى الله عليه وسلم لفرموديك كفيويسي ما هموما اما بلين كاتيك لخو خبردار ابوه اي فرمو الحمد لله الذي عافاني في جسدي ايس فاز بو او پروردگاري ككاتي نوستم بلش ساغي هل سامو بلش ساغي خوش ویستان زور گرینگا که هل سی دست ایش بکا چاوت ایش بکا گرچی لکانت ایش بکا پیویست به هاوکار یک نبی دست بگری ای فرمو الحمد لله الذي عافاني في جسدي سپاس بو او پروردگاری که وها لشولارم ساغ هات ما خبره او لشولاری که وها بخوا و خزمنا و جیگا و بلش ساغی درم کرد ورد علی روحی روحي بوم قرانه والروح يا ما كهر كاتي اخوين امرين خوش ويستان كاتي كاخوي ذكر كانت بخنا بلا اله الا الله وبخوا بتوحيد وسر بن سرجي بوي هيك وتاخ ود امشوا بيو هل نسي امني والرؤيه دواي ام بقر ما يا اخوي بوي هي هل نسي بزانه في غمر عليه الصلاه والسلام هامو شخصيتي ايما لمس قوتا كاريته من على كان شاوري على قاكن كدايك التلفون بوك على تماحي كيف يتبي بيبو دكتور كخوش كيك ايش هيك فيتا بهوكاري شرف مندي او روحيك للا شمانا كروحكتنا ما همو ام عشرة خزمانك وابن وزوبدنا لتشال بويا في غمري اكرم عليه الصلاة والسلام اي زاني لش صاغي نعمتك وروح دوم نعمته كوها انسان بيويستا سفاسي خواي لسركا اي فرمو سفاس بوتو لشولارم ساغا وروحت بوم جرايا ولا سر في خوم بوستم واذن لي بذكري وإذن داوم ذكرت بكم إذن داوم لسر توحيد لا إله إلا الله زندوب موا بوي خوش رويستان أو نعمتاني كباسم كنعمتي شكري پروردگار هر كسيك شكراني نعمتي الله بك أبيت كمين كان فاداشتي بيا شمار ور أقري أقل الدخول على الأغنياء أو على أهل السعة خوتان لخلشي دولة منو دس بلاو خلشي خوش گزران باندازيك بفاريزن بو أوي مالكي أو تأثير لتونك بو أوي نعمتك مكاتيكاني دنياي أو والتونك لنعمتك متكاني الله بخبر بي كفراني بكي او كات عبادتك انت شلي ور نجيري اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات من اهل السنه والجمعه والجماعات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذلنا وخذل المسلمين ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين يا الله ليت بارينا وبناوي جواند بصفاتي برزت كومل براو خوشكيك نخوشن داواي دعاي خير مان ليكن يا الله شفاي نخوشي مسلمانان بدي اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين يا الله يا مبهو كاري هندي خلشي نفام ونزان بيدين قندل خلتي حرام خور خلتي زناكار إما لنا ومدى يا رب العالمين زليلي بردز نزان ونفام ما مك وظالم ما بسرع ظالمك يا رب العالمين يا الله ليتفارين وبناوي جواند بصفاتي برزد
هدایت من بدهی قرضی قرضار کان من آسان بکی هاو سرجیری بک شکر کان من آسان بکی دایکو خشکو کچکان من لا حجمی بی حیایی و بی حرمت بون بفارزی یا رب العالمین یا الله هر کسیک دینو جیانی امولات سلامت اکا سلامتی بکی هر کسی اک بنکولی اکا و خلچی برو بی دینی و داماوی و هجاری ابا یا الله زلیلی بکی یا الله داوالی اکینو لیه تفارین و بناوی جواند بصفاتی برزد نوی جو جمعه و جماعت من لیه قبول بکی آمین ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من